MIS, l'école française. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، موعدنا اليوم مع النص الثالث، وهو نص مصر تتحدث عن نفسها، وهذا نص شعري للشاعر حافظ إبراهيم. ويتحدث النص عن مكانة مصر بين الأمم، وأن مصر هي السابقة في كل حضارة من الحضارات التي ازدهرت في العالم. التعريف بالشاعر هو محمد حافظ إبراهيم. محمد حافظ إبراهيم شاعر مصري كبير، ولد عام 1870، وقد عمل ضابطا في الجيش المصري، ثم دار الكتب. ينتمي إلى شعراء المدرسة الكلاسيكية الجديدة في الشعر العربي الحديث، ومعظم قصائده في الإشادة بالنيل وفي مناصرة الشعب المصري ضد الاستعمار، لذلك لقب أيضا بشاعر النيل وشاعر الشعب. وقد أنشد هذه القصيدة في حفل أقيم بالقاهرة لتكريم عدلي يكن بعد قطعه المفاوضات مع الإنجليز من أجل الحصول على الاستقلال، وتوفي عام 1932 ميلاديا، قبل أحمد شوقي، أو قبل وفاة أحمد شوقي بشهرين. جو النص أو تمهيد النص، طبعا احنا قلنا ان هو بيتكلم عن مصر، وان مصر السابقة لكل الحضارات في العالم. إن مصر من أقدم الدول وحضاراتها أعرق الحضارات، وهي في هذا النص تتحدث عن نفسها وتتحدث عن هذه الحضارة، أي أن الشاعر يجري الحديث على لسان مصر عن نفسها وعن مجدها وعن حضارتها، وذلك المجد الذي بهرت به الدنيا بأسرها، وعظمة الشرق وبقاؤه تكمن في عظمة مصر وبقائها، وعلينا نحن المصريين أن نرتقي بمصر بالعلم والأخلاق معا. والآن نستمع إلى أبيات النص ثم نكمل شرحها. العمل والتقدم. النص: وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق، ودراته فرائد عقدي. أي شيء في الغرب قد بهر الناس جمالا ولم يكن منه عندي؟ أفإن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. إن مجدي في الأوليات عريق، من له مثل أولياتي ومجدي؟ نظر الله لي فأرشد أبنائي، فشدوا إلى العلا أي شدي. قد وعدت العلا بكل أبي من رجالي، فأنجزوا اليوم وعدي، وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق، فالعلم وحده ليس يجدي. نحن نجتاز موقفا تعثر الآراء فيه، وعثرة الرأي تردي، فقفوا فيه وقفة الحسم، وارموا جانبيه بعزمة المستعد. فكر النص: مكانة مصر بين الأمم وطبيعتها الساحرة. تتناولها الأبيات من 1 إلى 4. الله يحفظ مصر، الفكرة الثانية العريقة وأبناءها، الأبيات 5 إلى 7. يرفع أبناء مصر وطنهم بالعلم
والأخلاقي الأبيات 8 و9. التحديات كثيرة وتتطلب الهمم القوية الأبيات 10 و11. والآن مع الفكرة الأولى، مكانة مصر بين الأمم وطبيعتها الساحرة. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وذراته فرائض عقدي. أي شيء في الغرب قد بهر الناس جمالا، قد بهر الناس جمالا ولم يكن منه عندي. اللغويات: الخلق معناها البشر، الخلق معناها البشر جميعا مجتمعين، والمضاد متفرقين. وكلمة جميعا من الناحية النحوية لا تعرب إلا حال دائما، بهذا المنظر وبهذا الشكل لا تعرب إلا حال. أبني أشيد، والمضاد أهدم. قواعد أسس، والمفرد قاعدة. المجد الشرف والعظمة، والمضاد الضعة والحقارة، وجمع المجد الأمجاد. وحدي منفردا، بناه مفردها بان وهم المنشئون، والمضاد هادمون. الأهرام المفرد هرم، بناة الأهرام هم المصريون القدماء أو الفراعنة. سالف سابق قادم، والجمع سوالف. الدهر الزمن، والجمع دهور وأدهر. دهور وأدهر كفوني أغنوني، والمضاد أحوجوني، والمضاد أحوجوني. الكلام الحديث، والمضاد الصمت، والمفرد كلمة. نستكمل باقي المفردات: التحدي، مجاوزة الحد، التحدي مجاوزة الحد. والمراد التفاخر والزهو. والمضاد الخضوع، والمضاد الخضوع والاستسلام، ممكن نقول الخضوع والاستسلام. تاج ما يوضع على الرأس، والجمع تيجان وأتواج، تيجان وأتواج. العلاء الرفعة والشرف. مفرق وسط، والجمع مفارق، والمراد به مفرق الرأس في الإنسان. الشرق البلاد العربية، والمضاد الغرب. دراته جواهره، والمفرد درة. فرائد المتفردة النادرة، والمفرد فريدة. عقدي قلادتي، والجمع عقود. بهر أدهش وأعجب وأذهل. شرح هذه الفكرة: يقول الشاعر على لسان مصر أن مصر تتحدث عن نفسها وتشيد وتفتخر بما عندها، فإن البشر جميعا يعجبون بعظمة المجد الذي حققه أبناء مصر منذ قديم الزمان، وتشهد على ذلك الحضارة الفرعونية الشامخة التي كفت الخلق الكلام عن حضارة المصريين القدماء. وتفتخر مصر بأنها تاج الشرف والعلا فوق العرب كلهم، وهذا التاج جواهره فريدة لا مثيل لها، فهي بذلك تكون واسطة العقد بين بلاد المشرق العربي ومصر. تتساءل في دهشة وعجب عن سبب إعجاب الخلق بما عند الغرب ولا يكون موجودا عنده. هذا شرح الفكرة الأولى. جماليات:
زي ما اتفقنا بتبقى أول حاجة الأساليب، ثم إذا وجد محسنات يبقى المحسنات، ثم الألوان البيانية إذا وجدت ألوان بيانية. الأساليب طبعا احنا متفقين إن هي الأساليب نوعين، أساليب إنشائية أو أساليب خبرية. الأساليب الإنشائية 5 أشياء: أمر، نهي، استفهام، تمني، نداء. أمر، نهي، استفهام، تمني، نداء، لازم نبقى حافظينهم كويس جدا. فأول حاجة عندي كيف أبني، طب يبقى ده استفهام، يبقى أسلوب إنشائي، نوع استفهام أسلوب إنشائي، نوع استفهام غرضه التعجب. أي شيء يبقى برضو إنشائي، استفهام غرضه النفي. أي شيء. الأساليب: وبنات الأهرام في سالف الدهر كفوني. ننتقل للأساليب الخبرية: بنات الأهرام المفروض أقول كفوني، فأنا قلت بنات الأهرام في سالف الدهر، قدمت الجر والمجرور على كلمة كفوني، فده اسمه أسلوب قصر بالتقديم والتأخير، يفيد التوكيد والتخصيص والحصر والقصر. أي شيء في الغرب قد بهر الناس جمالا، أسلوب قصر التقديم والتأخير. المفروض أي شيء قد بهر الناس جمالا في الغرب، فقدمت في الغرب عليه. بهر الناس أسلوب قد بهر الناس أسلوب مؤكد بقد. قد بهر الناس أي قد بهر الناس أسلوب مؤكد بقد. قد بهر الناس أسلوب مؤكد بقد. نستكمل محسنات. تاني حاجة عندنا محسنات: بين جميعا ووحدي طباق، يوضح المعنى وابرزه ويقوي. تاج ودراته وعقدي، دول ألفاظ مناسبة لبعض، فبسمي الألفاظ المناسبة لبعض دي مراعاة نظير، مراعاة نظير لتحريك الذهن وجذب الانتباه. ثالثا الألوان البيانية: الاستعارات، التشبيهات، الكنايات، المجازات المرسلة. أبني قواعد استعارتين مكنيتين. أبني قواعد المجد استعارتين مكنيتين. أبني قواعد استعارة مكنية حيث شبه مصر بالإنسان الذي يبني، سر جمال التشخيص طبعا. قواعد المجد استعارة مكنية حيث شبه المجد ببناء له قواعد، وسر جمال التجسيم. أنا تاج تشبيه، أنا تاج تشبيه، تشبيه بليغ حيث شبه مصر بالتاج، وسر جمال التوضيح. مفرق الشرق استعارة مكنية حيث شبه الشرق بالإنسان الذي له فرق، سر جمالها التشخيص، فرق في رأسه. مفرق لوحدها تبقى مجاز مرسل. وهنتناول السنة دي إن شاء الله في دروس البلاغة يعني إيه مجاز مرسل. نكتفي إن إحنا نقول هنا مجاز مرسل، وهنوضح الكلام ده في دروس البلاغة إن شاء الله، حلقات البلاغة اللي جاية. مجاز مرسل علاقته الجزئية وسر جماله الإيجاز والدقة في اختيار العلاقة مع المبالغة المقبولة، ده برضه بيبقى حفظ سر الجمال زي سر جمال الكناية. كفون الكلام عند التحدي، دي كناية. كناية عن إيه بقى؟ كناية عن العظمة. عظمة مين؟ عظمة مصر. كفون الكلام عند التحدي كناية عن العظمة وسر جمالها الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتكسيب. وقف الخلق ينظرون جميعا، دي كلها كناية عن دهشة العالم وإعجابه كله بمصر، وسر جمال الكناية الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتكسير. بنات الأهرام، مين بنات الأهرام؟ اللي هم المصريين القدماء أو الفراعنة. يبقى ده بدل ما أقول الفراعنة قلت بنات الأهرام، يبقى ده كناية عن الفراعنة، وسر جمالها الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتكسير. شوف بعض الأسئلة اللي ممكن تيجي في الفقرة دي وخارجة عن الأساليب والمحسنات والألوان. يعني إيه أفاد استخدام اللفظ أنا في أنا تاج العلاء؟ أفاد التعظيم والتخصيص. إيه أفاد استخدام الفعل المضارع ينظرون؟ أفاد الاستمرار والتجدد. أفاد استخدام جميعا إيه؟ أفاد العموم، وكأن كل الدنيا تنظر وتتأمل. ما الذي تدل عليه كلمة وحدي؟ تدل على العظمة والتفرد، تدل على العظمة والتفرد.
بص بعد كده الفكرة التانية: الله يحفظ مصر العريقة وأبناءها. دي الأبيات اللي بعد كده: أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. إن مجدي في الولايات عريق من له مثل ولاياتي ومجدي. نظر الله لي فأرشد أبنائي فشدوا إلى العلا أي شد. معاني اللغويات أو معاني الكلمات: قدر معناها حكم وقضى، معناها حكم وقضى. مماتي موتي، والمراد بها نهايتي. يرفع يعلي، والمضاد يخفض. الأوليات الأوليات، الأزمان الأزمان السابقة، والمفرد الأولى، والمضاد الأخريات. عريق كريم وأصيل، والمضاد جديد وحديث. نظر الله لي المراد حماني وصانني. أرشد دل وهدى، والمضاد ضل ضلل. شدوا حملوا بقوة حملوا بقوة، والمضاد تكاسلوا وتقاعسوا. الشرح: يقول الشاعر في هذه الفكرة على لسان مصر أن الله حكم عليها، إذا حكم الله عليها بالانتهاء فستنتهي الأمة العربية كلها، وذلك لأن أمجادها عظيمة لا مثيل لها عند أحد، ولأن الله حماها ورعاها فهذا أبناءها إلى إقامة المجد بكل قوة وجهد. بص على الجماليات اللي بتتكون عندنا برضو: أساليب ومحسنات بديعية وألوان بيانية. الأساليب اللي عندي نوعين: هي أساليب إنشائية يا خبرية. إنشائية لو موجودة بنقولها، والخبرية دايما موجودة. طيب، من يبقى استفهام، من له مثل ولايتي يبقى أسلوب إنشائي، نوعه استفهام. غرض الفخر بالماضي، دي حاجة من أغراض الاستفهام في البيت ده، أو النفي لعدم وجود أي مجد يضاهيه أو يشابهه أو يماثله. الأساليب الخبرية اللي عندي: إن مجدي أسلوب مؤكد بإن، أي واحد، وأسلوب قصر. المفروض إن مجدي عريق، فأقدم الجر والمجرور اللي هو في ولايات بين إن واسمها وخبر، ده اسمه أسلوب قصر بالتقديم والتأخير، يفيد التوكيد والتخصيص والحصر والقصر. المحسنات البديعية تاني حاجة بعد الأساليب: مماتي ويرفع الرأس طباق يوضح المعنى ويبرزه ويقوي. الألوان البيانية تالت حاجة، فكر تاني، اللي هي الكنايات والتشبيهات والاستعارات والمجازات المرسلة. أنا إن قدر، مين اللي بيتكلم؟ مصر. يبقى استعارة مكنية حيث شبه مصر بإنسان يتكلم، سر جمال التشخيص. مماتي استعارة تصريحية حيث شبه التخلف والضعف بالممات، حذف التخلف والضعف وجاب الممات، يبقى استعارة تصريحية سر جمالها التوضيح. الشرق يرفع الرأس استعارة مكنية حيث صور الشرق بإنسان له رأس يرفعه، سر جمالها التشخيص. إن مجدي في الأوليات عريق كناية عن العراقة، وسر جمالها الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتكسير. نظر الله لي كناية عن الصون والحماية، وسر جمال الكناية الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتكسير. بعض الأسئلة: استخدام اللفظ أنا في أنا إن قدر الإله يحب الفخر والاعتزاز، مع علاقة لا ترى الشرق يرفع الرأس بعد بما قبلها نتيجة. لماذا جاءت كلمة الولايات جمع ومعرفة؟ جمع للكثرة ومعرفة للعموم والشمول، بما يحيي استخدام أي شد للتوكيد على قوة المصريين وعزيمتهم وعلو همتهم. ماذا أفاد استخدام الفاء فأرشد فشدوا؟ الفاء تفيد السرعة وهما نتيجة لما قبله. الفكرة اللي بعد كده: قد وعدت العلا بكل أبي من رجالي فأنجزوا اليوم وعدي، وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق
فالعلم وحده ليس يجدي. لغويات: وعدت معناها بشرت بأمر حسن، بشرت بأمر حسن. والمضاد: أوعدت ومنيت. والمضاد: أوعدت. والمضاد: أوعدت. أبي عزيز النفس، والجمع أبا. أنجزه، حققه. وعدي أمنيتي، والجمع وعودي. يجدي يفيد، وينفع والمضاد يضر. بعد كده الشرح يستكمل الشاعر قصيدته قائلا على لسان مصر أنها وعدت العلا وتحقيقه بتكليف رجال شرفاء أعزاء ينجزوه ويحققوه، ويرفعوا دولتي ويعلو شأنها بين الأمم على العلم والأخلاق، فالعلم وحده لا يفيد في ريادتنا لكل الأمم. جماليات: زي ما قلنا الجماليات فيها الأساليب محسنات البديعية والألوان البيانية. وفي الأساليب في تقسيم أساليب إنشائية وأساليب خبرية. أساليب الإنشائية: فأنجزوا ده أمر، ارفعوا أمر، يبقى أسلوب إنشائي. الاتنين أمر غرضهما الحث والنص. نفكر بالأساليب الإنشائية: حاجة من خمسة، أمر نهي استفهام تمني نداء، أمر نهي استفهام تمني نداء. نبص على الأساليب الخبرية: قد وعدت، أسلوب مؤكد بقد، فالعلم وحده ليس يجدي، قصر بالتقديم والتأخير، مفروض فالعلم ليس يجدي وحده. فأنجزوا اليوم وعدي، أسلوب قصر، المفروض فأنجزوا وعدي اليوم بالتقديم والتأخير. استكمل مواطن الجمال الألوان البيانية في الفقرة دي: قد وعدت العلا، استعارتين مكنيتين، الأولى قد وعدت شبه مصر بإنسان يعد، سر جمال التشخيص. وعدت العلا، استعارة مكنية شبه العلا بإنسان يوعد، سر جمال التشخيص. أنجزوا، استعارة مكنية شبه مصر بإنسان يأمر بالإنجاز. ارفعوا، برضو استعارة مكنية شبه مصر بإنسان يأمر برفع الدولة. ارفعوا دولتي على العلم والأخلاق، استعارة مكنية شبه العلم والأخلاق بدعامتين أو قاعدتين يبنى عليهما سر جمالهم التجسيم. الفكرة الرابعة: تحديات كثيرة وتتطلب الهمم القوية. نحن نجتاز موقفا تعثر الآراء فيه، وعثرة الرأي ترضي، فقفوا فيه وقفة الحزم، وارموا جانبيه بعزمة المستعد. اللغويات: الكلمة ومرادفها وما يتعلق بها. نجتاز نسلك، نجتاز نسلك موقفا موضعا، والمراد ظرفا شديدا، والجمع مواقف. تعثر تزل، والمضاد تجتاز وتتجاوز. عثرة ذلة، تردي تهلك، والمضاد تنجي. الحزم الضبط، العزمة الإرادة، المستعد المتهيئ والمتأهب. شرح هذه الفكرة: يقول الشاعر مستكملا الحديث على لسان مصر إننا سنتخطى كل صعب وكل عائق، لأن هذه العوائق تؤدي إلى الهلاك. فقفوا أيها المصريون بقوة الرجل الحازم وقفة شديدة، الرجل صائب الرأي، وتوصلوا إلى الصواب في هذا الموقف بعزم المستعد المتأهب لفعل الخير لصالح الوطن والمواطنين. الجماليات برضو أساليب وألوان ومحسنات. إن وجدت المحسنات أو الألوان: أساليب إنشائية أو خبرية. الإنشاء هنا قفوا وارموا، إنشاء أمر طبعا، غرض النصح والتنبيه. طبعا هفكر تاني بالأساليب الإنشائية، مبزهقش عشان لازم نحفظ الحاجات دي: أمر نهي استفهام تمني نداء، أمر نهي استفهام تمني نداء. وأي حاجة غير الخمسة دول اسمها أسلوب خبري. الألوان البيانية: نحن نجتاز
استعار مكنيح شبه أو صور فيها الشاعر مصر بإنسان يشارك شعبه في مواقفه وسر جمالها التشخيص. عثرة الرأي ترضي استعار مكنيح شبه عثرة الرأي بشيء مادي يهلك وسر جمالها التجسيم. وبكده نكون وصلنا لنهاية النص، ونتمنى أن يكون وفقنا الله في عرض